تشهد جهة طنجة تطوان توجها استراتيجيا واضح المعالم منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين على المستويين النوعي والكمي، وبفضل المشاريع المهيكلة الكبرى التي أنجزت في عهد جلالة الملك حفظه الله تمكنت المنطقة من وضع لبنات صلبة تؤسس لقطب اقتصادي وسياحي مندمج وتحقق تنمية مستدامة وشاملة لم تعرفها المنطقة من قبل. مشاريع تراعي خصوصيات الجهة الجغرافية والبشرية وتتجاوب مع طموحات المغرب المستقبلية ودور الجهة التنموي كقطب متكامل يحمل كل مواصفات النمو وتجعل من المغرب في الأفق المنظور من الدول العالمية الصاعدة. فالجهة وبفضل التوجه السديد وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تمكنت خلال السنين الأخيرة وفي ظرف زمني وجيز من تدارك تأخر على المستوى البنيات التحتية الاقتصادية والهيكلية لتحقق انطلاقة حقيقية مكنتها من تعزيز موقعها في الخريطة الاقتصادية الوطنية وكذلك دعم التوجه الجديد للاقتصاد الوطني الذي يمكن المغرب من مواجهة المنافسة الدولية واستشراف المستقبل بآليات جديدة تجعله في مصاف الدول الواعدة على جميع الأصعدة. ومن المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعرف نسبة تقدم مهمة في الإنجاز ورش إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة الذي انطلقت أولى أشغاله في مارس 2011، مشروع واعد من شأنه تعزيز موقع مدينة البوغاز كوجهة سياحية كبرى على الصعيد الدولي عامة وعلى مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة. وفي سياق التتبع المباشر والمستمر لجلالة الملك حفظه الله لهذا الورش الضخم قام جلالته بالزيارة الميدانية لمختلف أوراش مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,200,000 درهم. ويروم مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة الممتد على مساحة إجمالية تناهز 84 هكتاراً من الأراضي المسطحة تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة رائدة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموماً وبالحوض المتوسط على وجه الخصوص، وذلك عبر تطوير مجموعة من الأقطاب: الرحلات البحرية، ترفيه، الصيد، الفندقة، الثقافة، والتظاهرات، التجارة والتنشيط، الإقامات السكنية والمكاتب. وتنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك حفظه الله سيمكن هذا المشروع الذي يرتقب الانتهاء من إنجازه في متم سنة 2016 من ضمان إعادة توظيف أمثل للموقع عبر إيجاد فضاء للعيش يأخذ بعين الاعتبار التاريخ الغني لطنجة وإدماج الميناء في المدينة وتحفيز تنمية رفيقة بالبيئة. وستوفر المنطقة المينائية الجديدة بنيات تحتية هامة موجهة لاستقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم مع تهيئة 3 أرصفة لهذا النشاط سيبلغ طول أكبرها 360 متر وذلك في أفق استقطاب 300,000 سائح في 2016 و 750,000 سائح في 2020. ويرتقب الانتهاء من أشغال الشطر الأول لتوسيع رصيف رسو سفن الرحلات البحرية المقام عند المصب الرئيسي والتي انطلقت في فبراير 2013 فيما تم السنة الجارية حيث بلغ معدل الإنجاز 50%. وسيصبح ميناء طنجة المدينة ميناء البوغاز الذي يوفر أحد أفضل عروض الخدمات الخاصة بالملاحين والقوارب الترفيهية مع حوضين ترفيهيين بطاقة إجمالية قوامها 1610 مكان لرسو القوارب. وسيوفر الميناء بعد إعادة تهيئته عرضاً مندمجاً يشمل إصلاح السفن والرسو وبيع قوارب الرحلات البحرية فضلاً عن مدارس في عدد من التخصصات البحرية الملاحة الشراعية وقيادة اليخوت. ويتضمن برنامج إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة أيضا بناء عدد من الفنادق من فئة 3، 4، و5 نجوم وقصر للمؤتمرات ومحلات تجارية ومركز تجاري كبير وبنايات سكنية ومكاتب إلى جانب النقل عبر الكابل تيليفيريك الذي سيمكن من ربط أفضل بين المدينة القديمة والمحطة البحرية والميناء الترفيهي ووسط المدينة الجديدة. وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية
يجري إنجاز أشغال إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة في احترام تام للبيئة المحيطة والطابع المعماري للمدينة. وهكذا يتم حالياً إنجاز دراسات أركيولوجية وهندسية وتقنية لإعادة ترميم سور المدينة القديمة، وقد تم الشروع في أشغال إعادة ترميم الشطر الأول الذي يمتد من برج دار البارود إلى برج الحجوي على طول 600 متر في أكتوبر 2012، حيث أنجزت أشغاله بنسبة 70%، بينما توجد الدراسات المرتبطة بإعادة ترميم الشطر الثاني الذي يمتد من قصر يورك إلى برج النعام في طور الإنجاز. وبالموازاة مع ذلك، وبهدف فتح الميناء على المدينة، تم هدم جزء من الأسوار والبنايات القديمة الواقعة عند مدخل الميناء الجديد والتي لا تشملها أشغال إعادة التوظيف. وقد بلغت أشغال إنجاز البنيات التحتية ذات الصلة بالميناء الترفيهي الجديد التي انطلقت في ماي 2011 معدل إنجاز بلغ 80%، بينما سجلت تلك المرتبطة بالشطر الأول من إعادة توظيف ميناء الصيد الحالي وتحويل إلى ميناء ترفيهي والتي انطلقت في أكتوبر 2011 ما نسبته 40%. وسيتم الشروع في إنجاز أشغال تجديد وتجهيز الميناء الترفيهي الجديد في يناير 2014 على أن يشرع في استغلاله جزئياً مع ما تم سنة 2014. ورش سيغير من معالم المنطقة ويفتح أمامها فضاءات جديدة للتطور بعدما كانت تعرف حالة متردية واكتظاظا سواء من حيث التجهيزات وضيق المساحة، مما ينعكس سلبا على الإطار العام لهذا الفضاء ولا يستجيب للمكان التي ينبغي أن تتبوأها مدينة طنجة جوهرة البغاز التي ستعرف تحولات كبرى في ظل تنفيذ مشاريع المبادرة الملكية الرائدة برنامج طنجة الكبرى التي ستجعل منها حاضرة عالمية بكل المواصفات. وتعكس زيارة جلالة الملك حفظه الله لأوراش هذا المشروع الحرص الملكي الدائم على تتبع مختلف المشاريع والمبادرات الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة بمختلف جهات المملكة والمناطق الشمالية على وجه الخصوص، بما يعزز تنافسية وجاذبية المملكة على السوق الدولية في هذا الميدان. كما تجسد هذه الزيارة الملكية الإرادة الراسخة لجلالته في مواصلة مسلسل تطوير القطاع السياحي وتسريع وتيرة تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج الرامية إلى الرقي بأدائه في أفق تعزيز موقع المغرب ضمن خارطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي. فبلغة الأرقام، ستوفر المنطقة المينائية الجديدة بنيات هامة موجهة لاستقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم، مع تهيئة 3 أرصفة لهذا النشاط يبلغ طول أكبرها 360 متراً، وذلك في أفق استقطاب 300,000 سائح سنة 2016 و750 ألف سائح خلال سنة 2020. كما يسعى المشروع إلى رفع الطاقة الإيوائية الفندقية لمدينة البغاز بنسبة 20%، وخاصة بالنسبة للفنادق المصنفة في فئة 4 و5 نجوم، وذلك من خلال إنشاء 3 وحدات فندقية وإقامات سياحية ستوفر 1600 سرير إضافي مع مراعاة خصوصية الموقع. وسيمكن المشروع كذلك من تطوير الأنشطة الثقافية على مستوى المدينة من خلال إقامة متحف وفضاءات لاحتضان تظاهرات ثقافية كبرى وترميم البنيات التاريخية القيمة التي تؤتت المنطقة المينائية وإعادة توظيفها، مما سيساهم بشكل كبير في المحافظة على روح الموقع. ومن بين أهم محاور برنامج إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة مشروع بناء ميناء جديد للصيد يروم تحسين ظروف اشتغال مهني القطاع من خلال وضع رهن إشارتهم بنفس الموقع، تجهيزات حديثة تستجيب لحاجياتهم وتحفز الاستثمارات وتمكن من إحداث مناصب للشغل في قطاع الصيد البحري. وسيشتمل ميناء الصيد المستقبلي المشيد غرب الميناء الحالي على 1167 متر طولي من منشآت للحماية و2337 متر طولي من أرصفة للرسوب و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة،
كما سيتم تزويده ببنيات تحتية ضخمة ضرورية لاشتغال الميناء من طرق وشبكات مختلفة وملحقات ترتبط باستغلال الميناء الجديد، باحة لبيع السمك وحدات لإنتاج التلج، مستودعات للتبريد، محلات تجاري لأرباب القوارب وباعة السمك، ومرفأ للرسو، وورشة لصناعة السفن، وورشات لإصلاح السفن، ومرافق إدارية. وقد أنجزت أشغال البنيات التحتية الخاصة بالميناء والتي أعطيت انطلاقتها رسميا من طرف جلالة الملك حفظه الله في 6 دجنبر 2011 بنسبة 65%، ومن المرتقب أن تنتهي في يونيو 2014. وسيكون لميناء الصيد المستقبلي وقع اقتصادي واجتماعي جد هام، اعتبارا لكونه سيوفر للمهنيين بنيات تحتية عصرية وأرصفة مخصصة للصيد في أعماق البحار، وموقعا لإصلاح وحدات الصيد التقليدي الساحلي وفي الأعالي. ويأتي هذا المشروع ليعطي دفعة جديدة لقطاع يكتسي أهمية كبرى في اقتصاد مدينة البوغاز الحاضرة التي تتوفر على واجهتين بحريتين.